هلو هلو، ازيكم عاملين ايه؟ احنا مع بعض في ايبيسود جديد النهارده من توث توكس، وهنتكلم النهارده عن ثلاث اجهزه من سينرجيا، الانتر اورال كاميرز بتاعت جود دكتورز، ايس شوت، ودكتورز كام، ودكتورز كام فاير. يلا بينا يا فيو. هي انتر اورال كاميرا فول اتش دي، عندي الهيد بتاعتي بتلف لرينج واسع عشان يسهل عليا في الشغل. السليفز دي في الثلاث كاميرات بتيجي جوه العلبه ومتوفره برده عند الوكيل، اقدر ان انا اغطي الجزء ده عشان انفكشن رابنج. تمام، عندي هنا بس زرارين، هنا الاستخدام بتاعها بسيط جدا، دوسه كامله عشان اخد الشوت بتاعتي، وفي كمان ان انا نص دوسه عشان اظبط الفوكس هنا، والزرار ده هقدر ان انا اظبط منه الانتنسيتي بتاعه اللايت بتاع الكاميرا. هنا دكتورز كام الموديل الاعلى شويه، في هنا فرق واحد، هو ان انا عندي زياده ماوس اقدر ان انا اتحكم بيه من الماوس بتاع اللابتوب من هنا، ان انا بدوس دوسه طويله، وعندي هنا رايت كليك وليفت كليك. بعدين عندي هنا الموديل الاعلى اللي هو دكتورز كام فاير، في برده ماوس، في كل الفيتشرز احنا قلنا عليها، هم الثلاث كاميرات فول اتش دي، نفس الكواليتي، نفس كل الفيتشرز. هنا في عندي زياده كيريز ديتكشن، هنجربه مع بعض على اللابتوب. ده السوفت وير بتاعنا من بيشنت، هنا بدخل الداتا بتاعتي بتاعت البيشنت، بدوس ريجستريشن بيتسجل عندي، وكمان بيبان عندي هنا الديت اللي هو جه فيه، وكل فيزيت بيجي وانا باخد اي صور جديده بيتسجل بالديت بتاعها. هنا اقدر اخد صور بعدين فيديو، ممكن اعمل امبورت واكسبورت للداتا بتاعتي، وهنشوف ازاي دلوقتي. لو جيت دوست على كاميرا هفتح ان انا عشان اسجل صور، زي ما احنا قلنا احنا عندنا هنا بصور، ده عندي ده الماوس، وكمان عشان دي اعلى موديل الفاير، لو انا دوست الرايت والدبل كليك بتوع الماوس مع بعض دوسه طويله هيقلب لي على الفيتشر بتاعه الكيريز ديتكشن. تمام، دوسه طويله تاني نجرب ناخد صور، انا هنا عشان الكيريز ديتكشن انا لما بصور هو بياخد صوره عاديه وصوره للكيريز ديتكشن. بعدين خلصت كل الصور اللي انا عايزها، بعمل اكزيت الاقي الصوره تطلع لي دلوقتي هنا. مثلا خلونا نبص على الكواليتي، هو الفيلد بتاع الكاميرا عامه حلو مش صغير خالص، الكواليتي لطيفه جدا، هي طبعا فيها ليرنينج كيرف، يعني كل واحد هيشتغل بيها هيتعود عليها اكتر ويعرف يظبط الفيلد بتاعه. الفوكس ضعيف، انا كنت ظابط الفوكس بتاعي هنا على السنترز دول، باين الديتيلز عندي الالوان مظبوطه. ممكن نبص كمان على الصوره الثانيه، هنا برضو الفيلد انا كنت مركز على المولر ده، وانا في حته بوستيريور الدنيا ظريفه معايا جدا، الكواليتي حلوه، انا ظابط الفوكس عشان اشوف الايفكتس اللي هنا. ودي الصوره بتاعه الكيريز ديتكشن، مبين عندي هنا في ديكاي اللي كنا شايفينه برده في الصوره اللي فاتت. دلوقتي انا خلصت كل الصور اللي انا محتاجها، لو انا عايز اعمل اكسبورت للصور دي من هنا نقدر نعمل اكسبورت، بسلكت الصور اللي انا عايز اعملها اكسبورت، بعدين ادوس تاني، اختار الديسكتوب او فين وادوس اوكي، خلاص مثلا عايز بي ان جي، جي بي جي وهكذا، خلاص اكسبورت دان، كده الصور بتاعتي اكسبورت. طيب اقدر كمان ان انا اعمل انبوت، لو انا مثلا غيرت اللابتوب بتاعي وانا كنت واخد باك اب للحاجه بتاعتي وعايز احطها على جهاز تاني او كده، بعمل انبوت وسلكت الصور اللي انا عايز احطها واعمل انبوت على السوفت وير بتاعي على نفس الفيشن. كمان اقدر من هنا ان انا اغير حاجات في الصور، مثلا هنا لو انا عايز الصور اللي انا كنت مختارها ابينها جنب بعض، لو انا هشرح حاجه للبيشنت ممكن اجي من هنا دوس كلير، انا دلوقتي عايز الصورتين دول بس، مثلا خليني اسلكت كده، اقدر لو عايز ان انا اغير انجليشن بتاعهم او فيرتيكال هوريزونتال، ماشي، وهنا لو حابب ان انا اعمل لهم برنت او اعمل اي اديتس، بس نختار صوره واحده، ماشي. هنا لو عايز اعمل اديت لصوره واحده بعملها من هنا وبعدين بدوس سيف. بس كده ده كان الريفيو بتاعنا النهارده عن انتر اورال كاميرا بتاعت سينرجيا بتاعت جود دكتورز.
هتلاقوا الاجهزه متاحه على ابلكيشن ويب سايت توثبيك، وهتلاقوها كمان عليها اكسكلوسيف اوفرز وتقدروا تجيبوها بالتقسيط. استنونا في الابسود الجايه. باي.